السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد اذا كيخص حصة الدعم الوقائي صفحة 7 من مرجع المنير، اذا النشاط العلمي للسنة الخامسة من التعليم الابتدائي. اذا غادي نشوفوا المجال الاول اللي هو علوم الحياة. اذا عندنا النشاط الاول، اذكر ثلاثة طرق تمكن من الوقاية من مرض كوفيد 19. اذا من بين الطرق او من بين يعني السلوكيات اللي ممكن ان نديرهم باش يعني نحميو راسنا من هذا المرض هذا، اذا التعقيم، تعقيم اليدين جيدا بالماء والصابون ولا المعقمات، وضع الكمامات الواقيه، اذا وضع الكمامه، احترام مسافه الامان بين الاشخاص ولا احترام التباعد، اذا تجنب لمس الاسطح الملوثه، تجنب لمس الاسطح اللي ممكن تكون انها ملوثه بالرداد ديال شي شخص اللي هو مصاب ولا اللعاب ولا يعني الفيروس اللي هو غيكون على هاد الاسطح هادي. غنمروا الان النشاط الثاني، اثناء نزهه في حديقه الحيوان لاحظ التلاميذ ايلا يتوفر على الصفات الاتيه. هاد الايل هذا كما كتلاحظوا عنده واحد القرن اللي هو مكسور، اذا فرو بني، عنده واحد الفرو اللي هو بني، قرن مكسور، قوائم او مكسوره، قوائم طويله، علامه جرح على ظهره. الصفات الوراثيه اللي عنده من الام يعني من الاباء هو لون الفرو والقوائم، شكل القوائم. اذا غادي نكتبوا اذا الصفات الوراثيه، اذا فرو بني ثم طول القوائم، قوائم طويله. بالنسبه للصفات غير الوراثيه، هذيك القرن اللي مهروسه، اذا قرن مكسوره لانه ما تزادش بها، ماشي كلهم عندهم القرن المكسوره. ثم هذيك العلامه ديال الجرح، اذا علامته الجرح. النشاط الثالث، قامت زينب وعمر بزرع بذور الفاصوليا وفاصوليا في علبتين، نبتت بذور عمر ولم تنبت بذور زينب. اذا المناوله ديال زينب والتجربه اللي دارت زينب، انا اخذت القطن حطت فيه قطن جاف ما فيهش الماء، حطت فيه دوك البذور وبقاو، الوغ كو هذاك ليكسبيريونس اللي دار عمر فدار قطن مبلل يعني فيه الماء هنا، فكتشوفوا ان عندنا لا جيرميناسيون ديال هاد لا غرين. الوغ اعطي فرض ديال تفسير عدم انبات بذور زينب، علاش يعني ما نبتاتش بذور زينب؟ اذا افتقار الوسط للماء، افتقار الوسط للماء، الماء هذا من الامور المهمه يعني الانبات، انبات البذور. كيف يمكن التاكد من الفرضيه الصحيحه؟ غادي نتاكدوا منها الى اننا درنا السقي ديال هاد البذور. الى سقينا البذور ولا سقينا هاد يعني هاد القطن الجاف بللناه، فهنا بعد مده غادي نشوفوا ان هادوك البذور اذا بداو في هذاك البروسيس ديال جيرميناسيون وبداو يعني الخروج ديك النبيته الى اخره، فهنا غادي نتاكدوا بان هذاك الماء عنصر مهم باش يكون الانبات. اذا غادي نكتبوا تبليل او سقي، اذا الوسط بالماء، اذا تبليل ان نديروا داك الماء ديال داك القطن اذا نبلوه بالماء، ولا نديروا السقي ديال الوسط اللي محطوطه فيه هذيك البذور فغادي يكون الانبات. اذا بالنسبه للمجال الثاني اللي هو العلوم الفيزيائيه، عندنا مجموعه من الاقتراحات غادي نكتبوا صحيح او خطا امام كل عباره. اذا يتكون الخليط المتجانس من مكونات يمكن التمييز فيما بينها. اذا خليط متجانس، ملي كنهضروا على خليط متجانس فهذوك المواد ما نقدرش نميز بيناتها، مثلا عندي الماء والحليب، واش غادي نقول فوالا ها هو الماء
لا هذا الحليب، هل ما بوحدو الحليب ممكنش. اذا الخليط المتجانس، اذا خطأ، الخليط المتجانس عنده متكون من مواد لا يمكن تمييز فيما بينها، لا يمكن. يلعب الاقتراح الثاني، يلعب الماء في ماء مالح، يعني الماء والملح، نشدو الماء وندوب الملح وندوبوه في الماء. الماء هو المذيب، الدور ديالو هو المذيب، والملح هو المذاب، صحيح. عندما نذيب قطعة صغيرة من السكر في لتر من الماء يزداد حجم الماء. إذا ملي ناخذ واحد القطعة ديال السكر غادي ندوبها في الماء، مثلا كيكون عندي واحد الكأس فغادي نحاول أنني ناخذ واحد القطعة وغادي نرميها في هذاك الكأس، فأكيد غادي تزاد الحجم ديال الماء، لأن هذيك القطعة ديال السكر مكونة من ذرات، مكونة من يعني جزيئات، هي غادي تزيد من الحجم ديال هذاك الماء. إذا صحيح. التسخين والتحريك يرفعان من سرعة ذوبان السكر في الماء، صحيح. ذوبان قطعة سكر في الماء أسرع من ذوبان سكر مدقوق، خطأ، ماشي أسرع، لأن الدقيق المدقوق هو الأسرع، لأن باش ما كانوا هذوك الجزيئات يعني باش ما كانوا يعني صغارين وهذا، باش ما كيكون السرعة ديال الذوبان كتكون أكبر. مثلا خديت مغصوص صغير، مثلا ناخذ غير مكعب ديال السكر، واحد المكعب صغير، ولا واحد يعني واحد المغصوص ديال السكر، ناخذ مثلا قالب كبير ديال السكر، شكون اللي غيذوب دغيا؟ اكيد هذاك المكعب هو اللي غادي يذوب دغيا. ينتج عن الاحتراق تغير في الماده. اذا بالنسبه للاحتراق، نعم ينتج تغير في الماده، يعني كيكونوا نواتج جديده بطبيعه الحال، تغيير في المكونات الاصليه ديال الماده الاصليه. اذا صحيح. يوجد الماء في الطبيعة على حالته الصلبة والسائلة فقط، خطأ، لأنه كاين حتى على الأولى في الحالة الغازية، إذن على شكل بخار الماء. غادي نمشيو دابا نشوفو علوم الأرض والحياة ولا الفضاء عفوا. إذن أملأ الفراغ بما يناسب. إذن عندما يكون فصل الشتاء في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية، يعني تكون عندنا الشتاء في الجزء الشمالي، يكون فصل الصيف في الجزء الجنوبي منها، الصيف يكون فصل الصيف. إذا كان مثلا هنا الشمال عندنا الشتاء، فالجنوب هنا غيكون الصيف. عندما يكون الخريف في الجزء الشمالي، يكون فصل الربيع في الجزء الجنوبي. هادشي كله يعني انطلاقا من حركية إذن الأرض أو دوران الأرض حول الشمس. اذا هادو هما الاجوبه الخاصه بهاد الحصه هادي. الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا اول درس في الوحده الاولى اللي غيكون الهضم والجهاز الهضمي، غادي نجاوبوا على الصفحه 10 والصفحه 11. كونوا في الموعد، الى اللقاء.